بعت هالفيديو للشباب اللي عنا لحتى يزبطوه منيح، وخليهم يحطوا شوية مؤثرات من أول الفيديو لآخره، فهمت؟ عيلة أرسوي حيصيروا مسخرة، خليهم يعملوا شيء يعمل منهم مشاهير على السوشيال ميديا، واضح؟ وأنا صغير من زمان كانت حسه للمرحوم مثل الجبل. كل الأولاد بشوفوا أبهاتهم بعيونهم كبار دائما، بس أبونا فعلا كان جبل وساند الكل. أنت طالع لأبي معناتها من لما راح هو كلياتنا مسنودين عليك أخي، يخلي لنا إياك. بصحك تحكي هيك قدام أمك، رح تطلع بروحك وتقول لك ابوكم هيك يعني امكم لا. يا عمي قلي ابني وينك انت؟ بالتربة عم زور ابي. قلي صاير شي؟ في موضوع بدي احكي معك. قلي انت امتى جاي لهون؟ هلا طالعين، مسافة الطريق وبكون عندك. ماشي لا تطول ناطرة. يا اخي برافو عليك. اي والله هالعلي رفع راس حاله عمي. ايه بنشاف الحال فيه شو عم تحكي. بلا بلا ليك يا لطيف. لاقوا لي هالزلمة، لاقوا لي شوفير التاكسي، لاقوا لي هالزلمة، فهموا لي وين ساكن وين بيروح وين بيجي، شو قصته، مين عيلته، مين هو، لاقوا لي كل شيء، كل شيء عنه، كل شيء، كل شيء، مرته، أولاده، أهله، لاقوا لي إياهم كلياتهم، جيبوه لهون، لا تعملوا له شيء، أنتوا لا تعملوا له شيء، كف واحد ما بتضربوه. دباره عندي أنا، أنا كمان رح صور له فيلم، رح تجيب لي إياه اليوم فكرات، رح تلاقي لي شوفير التاكسي فكرات وتجيب لي إياه لهون لعند صباطي. أصحكم تخبروا بابا، كل اللي بيهموه وبيحبهم بتجيبوهم كمان، جيبوهم، بدي إياهم، بدي إياهم. عم تفهم علي فكرات؟ رح ورجي شلون بيلعب مع براق أرسوي. لك عم تسمع ولاك؟ هداك الزلمة بتقلبوا اسطنبول عليه زمان. في مجال مجن؟ هداك الزلمة بتجيبوا لي إياه لعند صباطي. إذا جابوه شو رح تعمل؟ رح يلوموك إلك إذا لمست شعرة من راسه. لحتى يلوموني بدهم يلاقوا جسته بالأول لهالواطي. رح أدفن كل شعفة من جسته بقرنه. لك مو أنا اللي بنعمل فيني هيك، مو براق أرسوي بينضرب كاف. لك لسه عم تتصفن ولاك. يلا لا ترجع بالمدائين. مساك شراب. الله يسلم ايديك. بتعرف مين الزلمة اللي كفكفته مبارح؟ غريب، مو كان لازم مبارح تسألني هالسؤال؟ مبارح ما سألتك لأني ما كنت حضران الفيلم، اليوم حضروني يا الشباب، لهيك عم أسألك، وأنت شفته ما هيك؟ إيه عمي شفته. طيب شو أعمل؟ كان عم يتهجم على البنت قدامي. أنت ما غلطت باللي عملته، بس هالزلمة ما رح يسكت لك. هدول مو من الناس يلي بيردوا على الكف بالكف. هالزلمة اللي تكفكف ابنه لفؤاد أرسوي. عمي فهمان اللي عم تقوله، بس المكتوب مكتوب، شو بدي أعمل؟
المفروض ندير بالنا. أنا نبهت على الشباب، الأمانات كلها تحضرت وجابوه لهون وحطوه جوا. ما لازم نعمل الاحتياطات، وأنت على قد ما فيك ما تحوص لوحدك هالفترة. عم تعطيه أكثر من حجمه عمي. يا ابني عشت 25 سنة بالتمام جوات هالوساخ، أنا بعرفه لهدول، بعرف ريحتهم منيح، حافظها بصم. هاي الريحة الوسخة على الأنب من أخيري، هذا الحكي حطه على بيدناك. علي رضا بيك، وصلت الشاحنة، خلينا ننزل الأغراض. خلينا نسكر السيرة وننزل الأغراض ونخلص من عرسنا، وبعدين منشوف موضوع الأمانات.